نرجع لفترة انتقالك للأهلي، اتقال وقتها ان رغبة إيهاب أمين كانت الزمالك، وان كابتن عامر حسين تدخل لانضمامك للأهلي، مدى صحة الكلام ده؟ انا في ناس كتير بتتكلم دايما في الموضوع ده، كويس ان احنا بقى نتكلم فيه. هو وقتها كان انا رغبتي يعني الوحيده ان انا العب في النادي الاهلي، وحتى كتبت رغبتي ان انا عايز العب في النادي الاهلي، عشان وقتها كان في كلام ان انا ممكن اروح نادي الزمالك او نادي الاتحاد. بس واللي انا يعني اللي انا عارفه وقتها ان كابتن عادلي وكابتن محمود يعني مجلس اداره تواصل مع مجلس اداره نادي سبورتنج، ووقتها كان رئيس النشاط الرياضي في النادي كابتن عامر حسين تواصلوا معاه، وبعد يعني ان انا قلت رغبتي ان انا عايز العب في النادي الاهلي اخذوا الاستغناء بتاعتي من النادي سبورتنج. وقتها حتى انا فاكر كان يعني اشتروا، لازم يشتروا الاستغناء بتاعتي من نادي سبورتنج، وقتها كانت تقريبا 3 مليون جنيه، فكان يعني الحاجات كان مبلغ كويس، وما كان اول مره يدفع في لعيب باسكت بالذات، يعني المبالغ دي ما كانتش بتدفع قوي في لعيبه الباسكت. فبس بعد كده خلاص انا كنت متفق مع النادي الاهلي على كل حاجه، العقد، المده، كل حاجه. وكان وقتها كمان كابتن اشرف توفيق هو المدرب والجهاز واللعيبه، في كل حاجه كانت بالنسبه لي يعني مثاليه ان انا اروح للنادي الاهلي في الوقت ده.